تعالوا نعمل وصفة سحور سهلة جدا وبسيطة وخفيفة وسريعة قوي، ما بتاخدش اي وقت لا في التجهيز ولا في التحضير، وبجد بجد طعمها حلو قوي قوي. هستخدم في الوصفة خبز بالشوفان من الريف، هجيب بايركس وهدهنه بشوية زيت زيتون من جميع الاتجاهات. وفي الخطوة دي بكون أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 عشان يسخن ويبقى جاهز أن أنا أدخل فيه الصينية وما تاخدش معايا أي وقت أبدا. هبتدي بقى أوزع الخبز بالطريقة دي في البايركس ونقفله كويس كده على بعضه عشان لما نيجي نحشي الحشوة ما تسقطش كده في الصينية وتتحرق بقى كده وتبقى مش ظريفة، فلازم نقفل كويس جدا بالطريقة دي. بعد كده هحط شوية من زيت الزيتون وهدهن بقى كل الخبز بزيت الزيتون كده، لازم أغلفه بزيت الزيتون. بعد كده بقى هحط الحشوة بتاعتي، هحط شوية من الجبن التشيدر ووزعها كويس جدا في الصينية عشان تكون كده يعني في كل حتة كده في الصينية تكون متوزعة. بعدين هحط بقى هوت دوج، ممكن تحطوا روز بيف، ممكن تحطوا بسترما، ممكن تحطوا نانشون، ممكن تحطوا تركي، اللي موجودة عندكم حطوه. الوصفة سهلة وأي حشوة أي حاجة موجودة عندكم في البيت يعني حطوها. بعد كده هحط بقى جبنة موزريلا، وبعد كده هحط جبنة كيري، ممكن تحطوا جبنة فيتا، يعني الوصفة حلوة قوي ان هي يعني تلم الحاجات اللي في التلاجة. بعد كده هنحط شوية من الحبة السوداء او حبة البركة، وبعدين هنرش رشة كده من زيت الزيتون. وبعد كده هحط كده واحد كده من الخبز كده عليها واقفل بقى، بس قبل ما اقفل هحط شوية من زيت الزيتون وادهن كده كل الخبز بزيت الزيتون قبل ما اقفل الصينية. هقفلها بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، شايفين سهلة ازاي وبجد ما بتاخدش وقت ابدا وسريعه. بعد كده بقى هجيب بايركس هحطه على الصينيه من فوق عشان لما ادخلها الفرن ما تفتحش معايا. بعد ربع ساعه بالظبط شيلوا البايركس وسيبوها بقى تاخد اللون الفظيع ده وتتحمص كده، مش قادره اوصف لكم طعمها حلو قوي، مقرمشه والجبن رهيبه فيها، جربوها هتعجبكم جدا.